اللي احنا سامعينه في الضغوط اللي كان فيها. اتمنى المسؤولين حتى مسؤول قوي في المنظومه، لان المنظومه بدات تبوخ صراحه، المنظومه الكرويه بدات تبوخ. اتمنى حقه يرجع، لان اللي حصل معاه واللي اتسمع ما يعديش بالسهل يعني. رايك ايه في تصريحات نادي الشاوي يا كابتن؟ نعم، في تصريحات من نادي الشاوي وكيل اعمال جهه تحكيميه. هنسمع كتير، اتمنى يكون في يعني مصداقيه في 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 المشوره في التحقيق في الموضوع كله، ابتداء من ساعه ما سافر وساعه ماتش بتاع افريقيا على ايجاليا لغايه ما رجع. بس هو قال ان هو عليه ضغوط يعني قبل ما يطلع. ما هي الضغوط دي يعني عايزين نفهمها. ما ذكرش هو ليه الاسماء يعني؟ هو ذكر يعني، هو ذكر قال لك في ناس عارف الموضوع، واحد واثنين وثلاثه. اتمنى يعني خيال باين للناس كلها، وبذكر الله يرحمه كان بيتكلم على مين. وانا شايف ان نادر ما صرحش بكل التصريحات الكامله يعني، اتمنى اللي عنده خلفيه عن الموضوع يطلع يتكلم. طيب ايه رايك، ايه رايك في القرار اللي طلع من وزاره الشباب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع؟ لازم يعني القرار الوزاره اللي بيطلع من الوزاره ده مش سهل يعني، مش ما بيطلعش بسهوله. واحنا متعودين على كده، لما بنكون مسافر بنبعت الباسر للوزاره بالاسماء بيتصدق عليها، اللعيبه اللي عندها تجنيد بيطلع لها التصريح بتاعتها للمده اللي هي السفريه والماتش دوت وبيرجعوا تاني. انما عشان يسافر في تصريح سفر طلع اكيد ماشي يعني. هو التصريح اللي كان طالع له كان طالع له بماتش افريقيا اللي هو بتلاقي في الايباري، لكن ما كانوش طالع له التصريح ان هو يلعب اعاره في نادي الوحده الاماراتي لمده 6 شهور او الاعاره اللي كان فيها. بص نسمع ان في تصريح تالت طلع، في تصريح تالت بعت له النادي يعني، ده اللي احنا بنسمعه. عشان كده بقول التحقيقات اللي بتحصل بقى نعرف يعني، دي جهات رسميه منها وجهات حكوميه، تهيألي مش هيحصل تكتم عليها يعني، ده حق بني ادم واحد. ومحدش يعني حاسس بالقصه دي الا والدته. الله يصبرنا يعني، نتعدى على خير ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن، شكرا لحضرتك.